إقبال متاع المواطنين اليوم ولا ثم شكون يقولك اللي مش كما أول نهار في رمضان كما ثاني نهار كما بعد؟ لا مش كالعادة مش كالعادة، مي عصر على رمضان عصر. ملي جت فينا كورونا الحمد لله تحبسنا، حتى تونس كامله حبست. الاخبار نتاع المواطنين توا مع الوباء هذايا وقتاش فما معناتها الذروه نتاع المواطنين الصباح في نص النهار وقتاش؟ والله العظيم ما مع الحاكم بالضبط، اي مع الحاكم، هو يجي الحاكم من هنا وهم يجوا اخويا باش ياخذوا. هو يجي الحاكم من هنا وهم يجوا باش ياخذوا. يا ودي ماضي ساعتين الحمد لله، يقول لك يجيك ماضي ساعه يقول لك لم يمشي يعمل دوره يرجع الحمد لله يولي فهمتني، يقول لك يعني معناتها بصير باش يخليك فهمتني تخدم على اعصابك. تناول فلفل 16% اغلى من البارح؟ لا ارخص من البارح، مش اغلى من البارح، ارخص من البارح. لا تو سيء تو عملت مش عملت يعني تو شوف الفلفل يوصل حتى للدينار، فهمت خويا؟ معناها مش حاجه، خاطر تو رمضان قريب يوفى، تو رمضان اول نهار في رمضان يبدا غالي وبعد يبدا يرخ بشوية بشوية كل مرة تنقص عاد. علاش هذه؟ خاطر عدم الإقبال نتاع المواطن. إي بالطبيعة الإقبال نتاع المواطن. يبدا المواطن أول نهار يحب يقضي، وثاني نهار ما عادش ينجم، نفس يطيح. فهمت؟ تو كل شيء يولي موجود راهو متوفر، كل شيء متوفر. رخيصة 300 فرنك. كانت قبل بدينار وب 700. ومازالت ترخص. لاباس. ما فماش مواطنين، ما فماش اقبال، ما فماش برشا عباد ناقصه الخدمه مش كيما قبل، ربي يزيد القسم. انتوما كخضار كيفاش تعملوا مع معناتها الحظر الصحي والتوقيت الاداري الجديد كيفاش عاملين؟ الاداري ما ثلاثه يقولوا لنا سكر. اللي هو ماضي ثلاثه راهو فما عباد تهبط تقضي ماضي ثلاثه. يقولوا لنا سكروا. شنو فما قبال نتاع مواطنين على الغله؟ والله ناقص يعني بحكم مرشيات تسكر ما ساعتين ناقص، ولا غلاية من فوق معناتها كي تسكر ما ساعتين اوتوماتيكمون كل شيء باش يغلى من بدا من القرو من الفلاح وانت ماشي اللي مع الفريز اللي يحكوا عليه ويعاركوا عليه او ب 6000 او في البرة في السويني ب 4000 معناتها عارك زايد معناتها هيك. اثرت عليكم برشا الكورونا ساعتين صاحبي تجيب سلعه تبيع اشتر والباقي تعدي غدوة البوبال معناتها. أول الأسوام عندك متاع الزيتون الأسوام عادية كيما الناس كما العادة هذاك 6000 كيلو. مريوند 100 غرام 3000 كيلو ب 3000. أغلى من العوام اللي فاتت؟ مش أغلى، ما فماش طلب كل مرة فاتت. الدنيا ناس جاء رمضان قبل رمضان، فهمت ولا مصروف نتاع كورونا أثر عليهم، فهمت صح. شنو الدقله المواطن التونسي راهو في رمضان يقبل برشا على الدقله؟ لا يا كيكو برا ماهيش حاجه كبيره يعني، هو طرب نص رطل رطل ماهيش حاجه كبيره هاك تشوف، واحد قاعد اكثر من اللي يبيعه بس. متبرج يا ربي صاحبي الدنيا بالها برشا ما فيهاش حاجه كبيره. انت عندك كيلو الدقله ب 13800 غالي برشا على المواطن. الحاجه الباهيه غاليه راهي ديما الحاجه الباهيه غاليه، ثم ب 8000 وب 10000 ماهيش حاجه كبيره راهي. ديما قل يعني ما تجيش كاليتي كيما هذايا البيع ديما واحد وغل تصور الدقله كيما هكا ما تلقاهاش 8000 ولا 10000 ديما الدقله الباهي غاليه. فما المطر شنو الغلاء نتاع الدقله من عند الفلاح ولا من عندكم انتوما؟ الدقله في الكويت تو كلها راقده، الفلاح باش تلقى عنده تو دقله سي وباعها هو من الشهر الاولاني سي كلها خذتها الرجال ودخلتها الفريق وجملتها ما قال شيء. غلاء الدقله من احتكار؟ لا والله مش احتكار، هو راه وليت نفهمك حاجه بالنسبه للدقله الباهيه غاليه راهي، وزيد كمل المصاريف نتاع الدقله في الفريق وتقعد مده واحد
بستة شهور وسبعة شهور بليش ندري عليك وبش خلص عليه هو الفلاحة خدمة هي لا ثم خدمة لو ودي وين دينا اشترك فيه المرشي تلعب فيه الكورة تكور اشترك تلنا نحن فهمت وليدي وين الخدمة ثم خدمة هي ثم شيء ولدي اكتر فيها الدورة العبيد بكذا ومبعد شو يقول سكر سكر سكر, سكر. شو شو بيها هاو كناش الناس كلها يعني ما يخدمش يجي يخدم خضر اللي عنده انتريتي يخدم خضر وتوا الكل ولا ذيك ولا تعبت كلها تخدم في خضر استعمل وين المرشي هذا مرشي هذا يعجبك يعجبك شكل ربي يلعب تفهم مسكين فهمت اللي شنو نعمل وليدي هذيك هي وليدي يا قاعد فيد من روح ولا مقام يخدم ولا مقام يخدم وها وقضيت الطماطم هاي ب 2600 وشريت شويه سفنيري والحمد لله قد تكلف تقفتك اليوم والله تو هاي 20 حاصيل وما قعد لي منها كان دينار خذيت طرف جبن وشويه خبز وشويه سكالوب وهذو مهام قعدوا منهم حكيت 800 فرنك لاباس الحمد لله 20 دينار ماهيش برشا كوميا معناتها قضيه نتاع نهار ما عندوش زوالي مازال يا اخي واحد هو قاضي هذاك ومازال وجاب ربي يقعد عند اما الزوالي وليدي 20000 الشهر 600 دينار اللي ما عندوش منين وليدي شنو باش طيب اليوم؟ لا محمد شنو نعمل سلطه مفوره؟ شنو نعمل لازانيا؟ وكه الحمد لله والشرب هذيك ماي والبريك والله هكيك غالية 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 الحق من الأيام الكلونة متاع رمضان وغالية غالية كيلو الطماطم بثلاثة آلاف كيلو الفلفل بأربعة آلاف تسمى غالية زوالي معاش خالد جملة جملة والله شرب بريك وشوي محشي كالعادة ناس يحط لك زوز كيلو لحم علوش فوق الطاولة والآخر يحط ستة أولاد وبعديها يا ودي صلي على النبي يا ودي صلي على النبي أنا ما فماش عادل في البلاد يا ودي تحكيش كل قدير وقدره كان جينا نعيشوا عارفين هذا مش غنية راهو تحت الأسم السافلير راهو فهمتني ناس شاد الكراسي كان جا الدنيا يا ودي كان جا الدنيا أول حاجة ساعة نحيوا لهم شهر جماعة الكراسي ساعة حتى ترجع الدنيا دورة وفلوس هذيك يمشيوا للزوالي فهمتني ويعاركوا على الزوالي في بالهم قاعدين يدخلوا في الفلوس بالزوالي هما هذا رأيك أنت كخضار معناتها من أول نهار في رمضان اليومين هذا كيفاه تقيم الإقبال نتاع المواطنين على الخضرة؟ مش إقبال عايش خويا يا ولدي الزوالي راهو ثم زوالي راهو إذا ما يخدمش ما ياكلش عايش خويا هذيك ربي ثم نسبة قليلة يا ولدي ثم 20 ولا 30% اللي قاعدين ياكلوا راهو الناس تاكل في القوت وتستنى في الموت راهو بنان ب 5000 الدجاج ب 7000 الزيت ما ثماش التو نطيب بلاش زيت أنا التو نطيب بلاش زيت باك زيت لك ثاني الماكلة نطيش فيها خاطر ماهوش ما نعملش الماكلة باهي فهمتني نطيش فيها الماكلة والزيت أو ثم الزيت ما ثماش يكذب السميد ما ثماش يكذب الدنيا غالية يكذب الطماطم ب 2500 ب 2600 طماطم منين رخيصة القارش ب 2800 جاي من دبي المشماش بلاد مشماش ما هو هذه ولا ما بلاد مشماش ما نتاعنا المشماش ب 5000 فرنك هاي الأيامات الأولى نتاع رمضان كيما تشوف العباد وراهم ما ينجمش ما يأثرش فيهم الحجر الصحي ومعذورين جيت لهم تعذر بصراحه جيت لهم تعذر لان الظروف الماديه ما عادش عندهم الشعب ما عادش عنده ما عندوش باش يشري حتى بالكوفارينا جيت يدخل واعمل حجر صحي ماهوش معقول زاد وفر له انت شنو المتطلبات نتاعو من الدوله وفروا له كل شيء تو يقعد بالدار يقوم بالواجب فما اللي يتعمد على حجر صحي يخرج وفما اللي يقوم بالواجب ويعمل حجر صحي أما راهو الدولة راهي تعبة ياسر اتجاه الشعب، وأنا هذا ميساج نوصل للسيد رئيس الجمهورية. عشرة آلاف كيلو سكالوب مش غالي على المواطن. 10000 بروموسيون رخيص برشا، برا نشوف دور. كروسي مزرعة. لا 10000 سون باهي السكالوب. 6000 كعبة دجاج. صلي على النبي. بارك الله خيرك. احنا لهنا راهو بلايص أخرى ليه راهو. We'll be right back.
28 والبقري ب 30 وبالعظام ب 18 أرخص من الناس. وبقري فريسك وعلوش فريسك. لاحظنا أنه توا رمضان معناتها الشهر معناتها التونسي يقبل على الماكلة والشهاوي، معناتها ما فماش إقبال على اللحم، لاحظنا في الأسواق الكل. يجيك ساعة ساعة واحد 5000 فرنك تحشي بس كسلو ب 5000 ريف، فهمتني؟ ما عندناش عباد فلوس نكذب عليك. نزع الدجاج والكركاس. 3000 زاد جيب الحم هي 5000. والله لا انقرض غير المزن انقرض معناتها. والله. شهر فيه ربح وتخسر له شهر رمضان، فيه شو ربح؟ تخش رايح حتى بشر. هذا شهر الناس باش تعاونوا بعضها. انا نعاونك ونتعاون ونمشي للجلاب نبرك عليه وهذاك هي الخدمة. تو جماعة الساعة قلت لهم ها قدامكم ما فماش، قال لي والله عندكم حق. فماش خويا شهر رمضان وزيد هاك تشوف المرض كان قبل بالحق فما العلوش وفما فماش اسواق مسكره الكل. او في بالك اخي انت صحابي ماكش جيت من الواحد. فماش خويا كما ربي قدر خير. او قالوا الليله باش يتكلموا تحل الامور تتفرد متوسطه صفا شويه الخضره به صفا، اما المشكله في اللحم هو اللي غالي شويه وكا، اما الخضره به صفا. الاسعار نتاع الخضر ما بين اي النهار الاول نتاع رمضان واليوم الحق لا باهيه باهيه الخضره باهيه والله صفا باهيه الحمد لله وكها. شنو باش طيب اليوم؟ باش نعمل عجة مرقيز وعندي شربه من البارح وبريك. لا يمات الاولاد لك ترى فيه المرشي فارغ. انا قبيل تو المواطن مع شغال تاع القطه مع دنوس. انا حوت تحكي لي انا وحوت مازال عباد تشهي الحوت هي. انا نتفرجوا بيك الناس حوت بالك شي خاطر غالي شوي على المواطن. بالطبيعه غالي مال رخيص هو كان جا رخيص راهو تبيعه. مشيت روحت على روحي لوش قادم. انا حوت ما عادش ناكل بيه. انا مواطن تحكي عليه. انا هو المواطن البطال اللي قاعد يدور يدور بطال يطلب مني ولا اي بشر ولا يطلب في تونس. لا اله الا الله لا اله الا الله على تونس. انسان كان محترم فهمني وكان بقيمته بهيمته فهمني ولا يطلب باش ياكل هو صغاره. مش معقول هذا مش معقول مش معقول. الشعب التونسي ما يحبش الحصار يحب فهمني. انا غالب اكثر فيه المرشي. ها المرشي فارغ ها فارغ ها اخزروا له صوروا وينه هالمرشي تحكي عليه. انا هو مرشي تحكي عليه مرشي مشى مع بابا مع زيزي